دفعة جديدة من خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باللاذقية انطلقت بكامل تأهيلها وفي اختصاصات هندسة الحاسب والنقل البحري والإدارة والتسويق. نحن ركزنا أن أولادنا دول ما كانوش بس جانب دراسي في الأكاديمي، لا تطبيقي. بالنسبة للحاسب في معامل معملية ومخبرية، شاركوا ببرمجيات مسابقة البرمجيات، راحوا زاروا مصر واشتركوا معاه في مسابقات أخرى. إخواننا بتوع الإدارة والنقل الدولي اشتركوا في تدريب عملي، بعضهم راح المرفأ واشتغل فيه، بعضهم راح البنوك وشارك. الحقيقة احنا جادين احنا دايما ولادنا يكونوا خدوا الجرعة التدريبية العملية الكافية تخليه خريج مواكب العصر الحديث. يأتي تخريج أبنائنا الطلاب في هذا اليوم متزامنا مع انتصارات جيشنا البطل في كافة المواقع، وبطبيعة الحال التعليم العالي خطى خطوات كبيرة في الماضي، وحتى في ظل الأزمة بقيت منظومة التعليم العالي متماسكة واستمرت في تخريج أبنائنا الطلاب الذين سيساهمون حتما في إعادة إعمار سوريا. حضر حفل التخرج عدد من الشخصيات الرسمية وعدد من ممثلي السلك القنصلي والدبلوماسي في سوريا، وتضمن حفل التخرج عرض فيلم تجريبي قصير يتضمن نشاطات الطلبة في الأكاديمية وأنجازاتهم. أنا خريجة قسم النقل الدولي واللوجستيات، طموحي أقدم طبعاً كفي ماستر كفي ماجستير ومن بعدها دكتوراه إذا الله راد. أكيد فرحة كتير كبيرة وكلنا ناطرين بعد هاي السنين، يعني هاي هاليوم. هي الحقيقة فرحة 4 سنوات تعب وجهد والليالي سهرناها، وإن شاء الله يا رب هذا التخرج بيكون بداية مرحلة جديدة لإعادة إعمار سوريا. إن شاء الله يكمل دراسات عليا ويفتحوا لنا باب تسجيل بالأكاديمية. مبسوطين كتير، صلنا 4 سنين ناطرين هاليوم، وإن شاء الله متأملين كتير لقدام، بدنا ندرس بدنا نكمل، وإن شاء الله يفتحوا لنا هون مجالات أكتر إنه نعمل دراسات عليا. إن شاء الله يكون مستقبلنا حلو مثل هاليوم. هي أحلى فرحة بالعالم ونتمنى كل العالم يجربوها، وأي عمل بيساهم بإعادة إعمار سوريا رح نشتغل عليه، وهذا الشيء أكيد. رغم ظروف الحرب على سوريا إلا أن مسيرة العلم لم تتوقف، بل زادت الطلاب عزيمة لتحويل المحنة إلى منحة وقدرة على التحدي واكتساب أعلى درجات العلم والمعرفة.